السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هندي. لكنتو اول مره تزوروا القناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يبقى وصلكم جديد القناه. ومرحبا بكم جميعا في القناه ديالكم. الوصفه ديال اليوم هي عباره عن معسلات بالفول السوداني او الكاوكاو اقتصاديه وكتعطينا كميه كثيره. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير وكذلك المقادير اللي غادي نتوجدوهم دائما بصندوق الوصف باسفل الفيديو كما كتشاهدوا معايا حتى في الفيديو اللي بغى ياخذ صوره للمقادير. دونك غادي نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني اللي كيكون يعني طري خضر، وكنحمروه في المقله وتنحيدو ليه القشور ديالو، يا اما في المقلاه اولا كتدخلوه الفرن 21 دقيقه وتتخرجوه وتحيدو ليه القشور ديالو. وهو سخون يعني تنوضعوه في الخلاط باش نطحنوه مع بقيه المقادير. غادي نضيفو عليه 150 غرام ديال السكر ثقيل، نصف معلقه صغيره ديال القرفه، نصف معلقه صغيره ديال الملح، الماء الزهر، وكذلك الروح ديال اللوز. اللي ما عندوش فما يستعملوش، فقط انا هنا درتو باش يعني يعطيني ما يجيش مذاق ديال الكاوكاو باين ويجي المذاق ديال بحالي مصوبينها بالعقده ديال اللوز. دونك تنطحنوا هاد العناصر كلها مع بعضياتها حتى كان يعني تا كيتنيل لينا هاد العقده. من بعد غادي نجمعوها، يا اما تضيفوا عليها الزبده دايبه او الزبده اللي تكون هكا يعني باقا ما دايباش بحراره الغرفه، وتتحاولوا تجمعوا بها لهاد العقده ديالكم. الا ما بغاش تجمع لكم بالزبده فممكن تضيفوا مازال الماء ديال الزهر. الماء ديال الزهر تقريبا في المجموع استعملت وقيلة واحد 5 ديال المعالق كبار ديال الماء ديال الزهر. فالمهم ان العقده تجمع لكم وتقدروا تكونوا منها كويرات او لاشكال اللي نتوما بغيتوا. دونك هذا هو شكل العقده بعد ما نجمعوها. من الاحسن ذوبوا الزبده باش تسهل عليكم الخدمه. ومن بعد غادي نمشيو نشكلوا صبيعات من هاد العقده ديال الكاوكاو. دونك انا استعملت كما قلت لكم راه تتخرج بكميه وفيره، كميه كثيره بالنسبه لهذاك العبار ديال 300 غرام تتخرج تقريبا يعني 70 صبيعات اولا 70 ديال لي سيغار. دونك انا هنا ديجا صوبت واحد 50 ومازال باقا ليا التتمه، غادي نكملها حتى كملت كاع العقده اللي عندي. وغادي تحتاجوا بالطبع الوريقات ديال البسطيله تقريبا نصف كيلو ديال الوريقات البسطيله. وبالنسبه لي سيغار تنعرفوا نجمعوهم كاملين الطريقه ديالهم. بالنسبه للورقه ديال البسطيله فانا حضرتها في المنزل، غادي نحط لكم الرابط ديالها اللي بغى يصوبها في الدار. وكما قلت لكم كناخذوها انا قطعتها على جوج، وغادي نشكلوا لي سيغار ديالنا على اساس نخرجوهم هما على شكل رقيق يكونوا رقاق وكذلك يكونوا صغار. هذا هو يعني هذا هو الحجم اللي بغيت نعطي لهم. من بعد طيبتهم في الفران، بالنسبه ليا نتوما قليوهم الا بغيتو. كما قلت لكم الطريقه ديال القرمشه في الفران فهي سهله بزاف، فقط تدخلوهم الفران على عافيه تكون مهيله 150 درجه واحد 15 دقيقه ولا حتى 20 دقيقه على اساس ما غاديش يتلونوا لكم. ومن بعد عاد تزيدوا في الحراره ديال الفران وتخليهم مازال واحد 10 دقائق باش يتلونوا لكم ويولي اللون ديالهم ذهبي. ومن بعد ناخذهم ونديروهم في العسل. بالنسبه ليا عاوتاني ما تنديرهمش في العسل، فقط كنرشهم بالعسل من الفوق وكيجيو ناشفين حيت ما طيبينش في الزيت وماشي يعني ما فيهمش ليدان بزاف، كيجيو لذاد ومقرمشين فعلا، كيبقاو مقرمشين. تناولتهم يعني الايام اللي من بعد وبقاو ليا مقرمشين، فقط نحتفظوا بهم في يعني البواطه اللي تكون مسدوده، وقبل ما نسدو البواطه عليهم نديروهم نغطيوهم بالبلاستيك الغذائي
وكنبقاو محافظين عليهم. كنتمنى هاد المعسلات ديال الفول السوداني الاقتصاديين ينالوا اعجابكم وتجربوا ان شاء الله لهاد الشهر الكريم. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي لا فيديو وتشاركوا معنا في القناه، ونتلاقاو فيديوهات اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم.